سركال سري أو كترسن ملتاريغا إتوبيا أيا كهدلي ويرركي أيال شباب كو قادي حدودا إساغو أوقرتي إن تيرو أسكر أه لغا دلي عيدا مذا بوليسكا إدال كيسا سركالكا أيا شيغي إن إتوبيا لغا دلي تطبيو طبان أسكري أو بوليس أه بل سي دنكا كالي أيال شباب أي كدلين لحتني سدح دقاليهان أيال شباب أيا هوري أشيكتي إن أي دقالكا كودي الشي سيداتني تضبا أسكري أو كاترسن عيدا مدى نيو بوليسكا ورالك نادركا اي حدود إتوبيا يا أربعة دي كدعي كدب مركي الشباب أي ويررتي ديغا ندى ياد إيا عاتو اي قبولكا باكول كدب مركي مال مكوهر لغد دي تليا سري سيدا او سركالكو شاقي انتا بدن الشباب أي ويررك جيستا حدود إتوبيا سي كدوان حدودها كينيا صواب اللحريرا عيدا مدى إتوبيا ايه كسوغن حدودا ايو دول بضان او كميد اه صوبانيا كونو دو حدودا سركالك إتوبيان كا اه ايه كهدلي او عدسوداي انان لماغا عاوين ايا شاقي انتاليا الشباب اه او كسو قدبي حدودا سو او اساميو اونو كاترسان كوحداس اوغانا اساسو قدها إتوبيا inkastoo oo sarkaalka Itoobiyaanka ah oo markii hore tirada khasaaraha gaaray ku sheegay 17 askari haddana waxa goor dambe la sharaxay inay ku jiraan dad shacab ah waxa uu sheegay in booliska gobolka Soomaalida ay hub culus iyo gawaari ka qabsadeen dagaalyahanadaasi Al-Shabaab isla markaana uu arkay dhimashada xubno ka badan oo ka tirsan kooxda afhayeenka militaryga Al-Shabaab Cabdi Casiis Abu Mus'ab ayaa horay u sheegay in dagaalyahanadu ay qabsadeen yeed iyo caato oo ayna adleen 87 askari oo New Police ah balse Al-Shabaab ayaa sidoo kale soo bandhigtay sawirro ay ku sheegtay khasaaraha dagaalkaasi Abu Mus'ab kama hadlin khasaaraha gaaray xarakada Al-Shabaab رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البر يا خميسي أمرين هاي ذهك للدوانة أمنية يا جرجالك إن يصير دق دق وجود شوامان حالة قبل كبكول أو دجانو كمدة أي كوحداسي ويرك قادين سيد الله جوش يجي قراء الكسب بحي حفيز كرئيس الوزراء رئيس الوزراء أي وحو قدام بين كدي مركو خط كتلافن ككلها لي مدحويلها الدولة قبلات ككونفر قلبيد عبد عسيس حسن محمد لفتقرين ووربحين كسيي ديغان دلويرري